السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي. إن شاء الله مع نص النهاردة جميل من نصوص المنهج، هو نص في رحاب الإنسانية للشاعر إيليا أبو ماضي. تعالوا مع بعض كده يا أولاد نقرأ النص. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. أنت لم تصنع الحرير الذي تلبس، أنت لم تصنع الحرير الذي تلبس واللؤلؤ الذي تتقلد. أنت في البردة الموشاة مثلي في كساء الرديم تشقى وتسعد. لك في عالم النهار أماني ورؤى والظلام فوقك ممتد. ولقلبي كما لقلبك أحلام حسان، فإنه غير جلمد. لا يكن للخصام قلبك مأوى، إن قلبي للحب أصبح معبد. أنا أولى بالحب منك وأحرى من كساء يبلى ومال ينفد. تعالوا مع بعض نشوف نتناول النص شرح ومعاني. أولاد يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. أنت لم تصنع الحرير الذي تلبس واللؤلؤ الذي تتقلد. هنا أولاد الشاعر قام بدور المتواضع، يقوم بدور المتواضع في مواجهة الإنسان المتكبر، وكأن النص محاولة لإقناع هذا الإنسان المتكبر بأنه هو والفقير أو هو والشاعر اللي قام بدوره متواضعان، وأنه متساويان، وأن الناس سواسية، وأن الناس سواسية. طب تعال نشوف أثبت له إزاي وطلب منه إيه لكي يتساوي. طيب يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. أول حاجة أولاد لا تمل بوجهك يعني لا تتكبر علي، لا تمل بوجهك عني يعني لا تتكبر علي وتحتقرني. طيب ما أنا فحمة يبقى يعني إيه فحمة؟ يعني حقير الشأن، فحمة يعني حقير الشأن. طيب ولا أنت فرقد يعني الفرقد يا أولاد هو نجم يلمع في السماء، فبي يعني يقول له أنا لست فحمة حقيرة الشأن ولا أنت نجم يلمع في السماء حتى تتكبر علي. أنت لم تصنع الحرير الذي تلبس واللؤلؤ الذي تتقلد. اللؤلؤ يا أولاد هي كلمة لها مفرد، فمفرد اللؤلؤ اللؤلؤة، ولها أيضا جمع وجمعها اللآلئ. طيب تتقلد يا أولاد يعني تلبس، تتقلد تلبس وترتدي. تعالوا نشوف شرح أول بيتين. يخاطب الشاعر أخاه الإنسان ويطلب منه ألا يتكبر عليه، فليس الشاعر فحمة ولا المتكبر نجم يلمع في السماء، وبيقنعه بيقنعه فبيقول إيه؟ فالمتكبر فأنت أيها المتكبر لم تصنع ما ترتديه من ثياب فاخرة ولا اللؤلؤ الذي تتزين به. بيثبت له أنه في حاجة ليه، أنت محتاجني زي ما أنا محتاجك. فالمتكبر لم يصنع ما يرتديه من ثياب فاخرة ولا اللؤلؤ الذي يتزين به. يعني إن لم تجد هذه الأشياء التي تصنعها التي تتزين بها خلاص فأنت لن تتكبر. إذن لماذا تتكبر؟ فأنت في حاجة إلي، فأنا صانع هذه الأشياء لك، فلماذا تتكبر علي؟ طيب فالمتكبر لم يصنع ما يرتديه من ثياب فاخرة ولا اللؤلؤ الذي يتزين به. تعالوا نشوف مظاهر الجمال في هذين البيتين. يا أخي أسلوب نداء يفيد حب الشاعر لأخيه الإنسان. لا تمل بوجهك ده أسلوب نهي غرض النصحة والإرشاد. ما أنا فحمة ولا أنت فرقد ده تعبير جميل يدل على المساواة بين الناس. تصنع وتتقلد فعلان مضارعان يدلان على التجدد والاستمرار. الفعل المضارع دائما يا أولاد يدل على التجدد والإيه؟ والاستمرار. بعد كده يا أولاد هنا حب يعني يثبت أنهما متساويان في هذه الأبيات. فكيف أثبت؟ أنت في البردة الموشاة مثلي في كساء الرديم تشقى وتسعد. لك في عالم النهار أماني ورؤى والظلام فوقك ممتد. ولقلبي كما لقلبك أحلام حسان فإنه غير جمد. البردة الموشاة وهو الذي أو هي التي يرتديها المتكبر والثوب المزخرف. الثوب المزخرف. وكساء الرديم اللي هو الثوب القديم. تشقى يا أولاد يعني تحزن. أماني يعني أمنيات. ورؤى يا أولاد يعني أحلام. ممتد يا أولاد يعني منتشر وعكسها منحسر. حسان يا أولاد يعني جميلات، وهذا لفظ خاص بالفتيات. حسان يعني جميلات. طيب جلمد يا أولاد يعني صخر، والجمع جلامد. أثبت الشاعر المساواة بين الغني والفقير في هذه الأبيات. طب كيف؟
قال لك المتكبر في ثوبه المزخرف مثل الشاعر في ثوبه القديم. كيف متكبر في ثوبه المزخرف مثل الشاعر في ثوبه القديم؟ نعم، كلاهما يشقى ويسعد. هذا يحزن ويسعد، وهذا يحزن ويسعد. ولا المتكبر يسعد فقط؟ لا. ولا الشاعر أو الفقير يحزن فقط؟ لا. كلاهما أولاد يشقى ويسعد. دي أول حاجة كده. طيب، لكل منهما أحلام وأمان يسعى لتحقيقها نهارا وفي الليل يمتد الظلام فوقهما. لكل منهما، الإنسان المتكبر والإنسان الطبيعي العادي المتواضع، له أحلام يسعى لتحقيقها نهارا، يقوم صباحا ينطلق إلى عمله وفي رأسه هدف يريد تحقيقه. وأيضا يولد الإنسان المتكبر، يقوم في النهار وله هدف وأحلام وأمان يسعى لتحقيقه، وعندما يأتي الليل يمتد الظلام فوقهما. ولا الظلام يأتي عند المتكبر فقط، يأتي عند المتكبر وغير المتكبر. إذن هم نهارا متساويان وأيضا في الليل متساويان. طيب، أيضا يا أولاد، وكما يحلم قلب المتكبر بالأمان الجميلة، فقلب الشاعر يحلم بالأمان نفسها، فهو ليس صخر. وأيضا كما أن للإنسان المتكبر أحلام في قلبه يتمنى تحقيقها ويسعى لتحقيقها، أيضا فقلب الشاعر أو قلب المتواضع أو قلب الفقير يحلم بالأمان نفسها، فهو ليس إيه؟ صخر. فهو ليس إيه؟ صخر. تعالوا نشوف مظاهر الجمال. أنت في البردة الموشاة مثلي. أنت في البردة الموشاة مثلي، تعبير جميل يدل على المساواة بين الغني والفقير. أنت مثلي، يبقى تعبير يدل على المساواة بين الغني والفقير. تشقى وتسعد بينهما تضاد يقوي المعنى ويوضح. أماني ورؤى جمع، أماني جمع ورؤى أيضا جمع، والجمع الذي يفيد الكثرة، كثرة الأماني والرؤى، يعني لكل منهما أحلام أماني كثيرة. طيب، لقلبك كما لقلبك أحلام. هنا تعبير جميل يصور القلب بإنسان يحلم. هل القلب يحلم؟ إذا لقلبك كما لقلبك أحلام، تعبير جميل يصور القلب بإنسان يحلم. طب أحلام حسان، نحن قلنا أن لفظ حسان خاص بالفتيات، فتيات يعني جميلات. يبقى إذا يا أولاد، تعبير جميل يصور الأحلام بفتيات جميلة أو فتيات جميلات. طيب، فإنه غير جلمات. ده أسلوب مؤكد بين أولاد ويدل على رقة قلب الشاعر. أسلوب مؤكد بين قلبي ليس صخر، أسلوب مؤكد بين ويدل على رقة قلب الشاعر. لا يكن للخصام قلب كماء، وإن قلبي للحب أصبح معبد. أنا أولى بالحب منك وأحرى من كساء يملى ومال ينفد. يستمر الشاعر في إثبات أنه أولى بحب أخيه، وأنهما متساويان، وأنهما ينبغي أن يساعد كل منهما الآخر. لا يكن الخصام قلب كمأوى. مأوى يا أولاد يعني مكان أو ملجأ. معبد يا أولاد يعني مكان طاهر للعبادة. معبد يعني مكان طاهر للعبادة. أولى يا أولاد يعني أحق، وأحرى أحق. يبلى يا أولاد يعني يتمزق، ثوب يبلى يعني يتمزق. مال ينفد، ينفد يعني ينتهي، ينفد يعني ينتهي. طب تعالوا نشوف هنا الشاعر ينصح أخاه بماذا. ينصح الشاعر أخاه ألا يجعل قلبه مملوءا بالحقد والكراهيه. ألا يجعل قلبه مملوءا بالحقد والكراهيه، فقلب الشاعر مملوء بالحب والخير. لأنه يشبه قلبه بمكانه طارس، مكان العبادة، ومكان العبادة يكون مملوءا بالحب والإيه والخير. وأيضا الأولاد في البيت الأخير يخبره أنه أولى بحب أخيه. الشاعر أولى بحبه من الثوب، وأولى بحبه من المال، لأن الثوب سيتمزق والمال سينتهي. يبقى الثوب يتمزق والمال سينتهي. أما حبي لك، الشاعر يخبره يعني، أما حبي لك لن ينتهي. تمام؟ ويكمل الشاعر قائلا أنا أولى بحبك من الثوب الذي يتمزق والمال الذي ينتهي، فحبي لك لا ينتهي. مظاهر الجمال، لا يكن للخصام قلبك مأوى. ده أسلوب نهي، غرض النصح والإرشاد. أنا أولى بالحب منك وأحرى. أنا أولى بالحب منك وإيه؟ وأحرى. تعبير جميل يدل على أهمية حب الإنسان لأخيه الإنسان. طيب،
يبلى وينفد فعلان مضارعان يدلان على التجدد والاستمرار واستحضار السوء. وبكده أولاد نكون انتهينا من النص، أرجو أن تكونوا قد استفدتم، وإن شاء الله نلتقيكم في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.